أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لسيدنا محمد سيد الأنام والسائر إخوانهم أنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، الفاتحة. صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن المغفور الله الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الأنقراني ولأصوله وفروعه ومحبيه، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم وكذلك الفاتحة لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشايخين والمعقولين والنقيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونسأل الله تعالى بحسن الخاتمة، الفاتحة. Khusus kepada kalian paketan, kepada keluarga Ina Ama, Pak Kupalu, atau semua konjari sahabat mati di Jodoh ini gigit dikirimin Pak Kupalu para kepada. Mudah-mudahan dengan niat apapun yang kita niatkan saat ini bagi keluarga yang telah meninggal dunia yang berada di alam barzakh, segala dosa dan kehinaan untuk kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala amal ibadah amal baktinya diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan alam barzah atau kuburnya sebagai raudhatul riyadil jinan dengan niat ala hadzihi niyyah wal kulliha dan niyyah shalihah au qadhah. Alhamdulillah itu syaitan murah di bismillah. Iya, kenapa ini? تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم، عزكم على أنت
السماوات والأرض وما بينهما
يقم اسمه ولا وهو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كفوا فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمن أهل الوطن وأهل البنات بفروجهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفرنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهجة الوطن ونهجة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقل وتنفرد به الكرة وتبقى به الحوائج وتنال به الرباهب وهسن المواتن ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد تبت القلوب أبدان وشفاعها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الداهي برحمة الله أدنى ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم ويسر لواء نهضة الوطن في العالمين آمين اللهم يا حي يا قيوم بسر قل فيكون أمن يا نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين اللهم يا حي يا قيوم سركم فيكون أمن نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين اللهم يا حي يا قيوم سركم فيكون أمن نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين واجعلنا وجميع المنتسبين إليها والمحبين ورثة الأنبياء العالمين المخلصين وعليهم سائر العلوم الشرعية وافتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية وامن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة واجمع لنا ولهم خير الدنيا والآخرة ثبت أقدامنا وأقدامهم بإعلان كلمة الدين واجمع كلمتنا وكلمتهم وعلم بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين يا مجيب الساعين يا غياث المستغيثين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا بريء السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا واسترنا وانصرنا واهدنا وعافنا واعف عنا وارزقنا وبارك لنا وارفع عنا بنهضة
في الوطن للسماع للتقى والسعادة والهداية مع الأمن والإناية والرئاية. ونور بلادنا بأجل بنهضة الوطن وأنذر بلادنا بمياه الوطن ويسر لنا أمورنا وحرق من قلوبنا وأبدادنا واقضي عنا ديوننا يا الله يا الله يا كاذب يا واسع يا بر يا رهيب. واقضنا بحلالك عن حرامك وأكرنا بفضلك عمن سواك يا بني يا أمير يا موت يا معين يا رحمن يا رحيم يا باسط يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هابها يا عين صد انصرنا وإياهم على من ظلمنا وهاننا بما نصرت به الرسل فهل بيننا وبين الشيطان ونزله وبينهم لا طاقة لنا بحمادك أجمعين. يا قوي ويا مهدي من الشر الظالمين حاميم عين سين قاف حاميم عين سين قاف حاميم عين سين قاف. اربد عنا وانهم بين الأعداد والأشرار وسلم الإنسان إلى نورهم ومزقهم كل ممزق ومدمس على وجوههم وأموالهم واشدد على قلوبهم واقض أيديهم وأرجلهم وأمساهم على مكانتهم. لا يستجيب المذيع ولا مجيء أين وقع ناقهم بسيف قهرك يا عزيز يا قهار يا قوي يا جبار يا من تدعو يا ستار. اللهم ارحم بسخطك الصاحب اللهم اهلك بفتنك الثاقب يا من يقول شيء فيقول قول ما ها يا عين صاد حميم عين سين قاف اشهد ان لا اله الا الله قول ما ها يا عين صاد حميم عين سين قاف اشهد ان لا اله الا الله قول ما ها يا عين صاد حميم عين سين قاف اشهد ان لا اله الا الله. أعداؤنا لا يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة ولا قدرة لهم على إصبار السوء إلينا من عالمنا الأحوال ولا إله إلا الله ولا تبشر الأمية برحمة الله. أعداؤنا لا يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة ولا قدرة لهم على إصبار السوء إلينا بعالمنا الأحوال ولا إله إلا الوطن ولا تبشر الأمية برحمة الله. أعداؤنا لا يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة ولا قدرة لهم على ولا إله إلا الله ولا إصرار وديت برحمة الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا منثورا ملعونيا أينما سقفوا سد كنت منه تقليلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فما له من ناصرين وذلك جزاء الظالمين. شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعدلت بالروحي القيوم وقد خاب من حمى الظلمى وآميت الأبصار وقللت الألسن ورجفت القلوب ولا تسمع إلا همسا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إنه في لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مهدرة إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من هردل فتكون من شهرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. واذكرن ما يتلى في إن الله كان لطيفا خبيرا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللهم بسمك اللطيف الخبير العليم الحكيم القبيل العظيم اطلب بنا وبنهضة الوطن فيما جرت به المقال في السر والعلن. الله لطيف بعباده الله العزيز القدير عز الحي القيوم. لا ينام ولا يتلقى ولا يبي ربكم احدا. يا سيد القران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فوقهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يتكلمون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. آمين 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 آمين. لا يبصرون أعداؤنا لا يصلون إلينا بالنفس ولا
قدرة له ملا يصال سوء إلينا بحال من الأحوال فلا إلى نهل الوطن ولا إلى صلبية برحمة الله تعالى ولا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة له ملا يصال سوء إلينا بحال من الأحوال ولا صالحتي برحمة الله على أولا لا يسلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إصال سوء إلينا بحال من الرحوة ولا إلى نهضة الوطن ولا صالحتي برحمة الله عليه الدار صلى الله عليه فاسفه لا يرى إلا مساكنه دمر الله عليهم ثم عمسه كثير منهم والله أعقسهم بما كسبوا فسلط عليه ربك سلط على وذلك جزاء الظالمين وإنا لنا له الغالبون الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعونهم فحشاهم فزاده إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فأنقذه بنعمة من الله وفضل من لم تسر خشوعا تبعوا رضوان الله والله ذو الفضل سلام قال ابن الرب الرحيم سلام على نوح في العالمين سلام على ابراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياس سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع اللهم انا نسالك باسمك السلام وبكل اسم نسمع بك الحسنى وبكلماتك التامه سلمنا وتحفظنا وتحفظ ديننا واهلنا واولادنا واموالنا واصحابنا ومدارسنا ونهضة الوطن والافات والاهات ومن شر ملكك اجمعين فابها يا عين صلى عليم لام را حاميم دل قل سرنا بينك خير الناصرين وابتح لنا بينك خير الفاتحين وارزقنا بينك خير الرازقين واغفر لنا بينك خير الغافرين واحفظنا بينك خير الحافظين فسيغفر الله السميع العليم فسيغفر الله فسيغفرهم الله هو السميع العليم الله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عريض بالمؤمنين رؤوف رحيم لا إله إلا الله خالق الأكبر عز لكل خائف ولا طاقة لمهلوك مع قدرة الخالق اللهم إنا بإيمانك وتحت لواك فأهل إيمانك من سماعي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضره مشوي شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم طالبين بك ويقين المتوكلين عليك ورجع الراكبين بك وزهن الطالبين اليك والراهبين لك وتقوى المتشوقين اليك اللهم اعدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واهل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أعرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين وفقهم لما تحب وترضى إنك العباد والبلاد يا كريم اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين وفقهم لما تحب وترضى إنك العباد والبلاد يا كريم اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين وفقهم لما تحب وترضى إنك العباد والبلاد يا كريم اللهم أصلح ولاة محمد وإنسان الله عليه
وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيدنا بنور رب العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيدنا بنور رب العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيدنا بنور رب العالمين بحق محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه. يا من الناس لهم درب ولصالة المبارك بذوق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا من الناس لهم درب ولصالة المبارك بذوق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا من الناس لهم درب ولصالة المبارك بذوق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا بين الناس لهم الوطن ولصالة المباركة في خلق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا بين الناس لهم الوطن ولصالة المباركة في خلق وعافية. اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا بمدارسها وصولة بأجدارها على ما هب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم إنا نستهبذك ونستضيعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأبوالنا وأصحابنا وكل شيء أعطيتنا ونهبك الوطن بمدارسها وصولة بأجدارها أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم إنا نستهبذك ونستضيعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأصحابنا وكل شيء أعطيتنا ونهبك الوطن من مدارسها وصولة بآثارها على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا واحفظنا إنك قريب مجيب الدعوة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا واحفظنا من جميع الآفات والآهات إنك قريب مجيب الدعوة. من جميع الآفات والآهات إنك قريب مجيب الدعوة. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره بين الكف والفرج أصلح أنفس نهضة الوطن يا عالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره بين الكف والفرج أصلح أنفس نهضة الوطن وسلم على العالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسرار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبعزم عهد أهد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبجاه سيدنا محمد الأمين وآله وأصحابه الكرام أجمعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والناهدين والناهضات. بدين الله ما قرئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
مستحيل مستحيل بأبي وأبي حسن
Thank you.
Yeah.